كان في قرارات صدرت قبل فترات، ربما قبل سنوات، بنقل هذه الأسواق لكنه لم ينفذ. لماذا؟ إيه مشاكل أصحاب هذه الأسواق؟ هل في أمل أنهم ينتقلوا وبأي شروط؟ دي جولة أجريناها كاميرات مصر في يوم داخل سوق الخميس، أحد هذه الأسواق في منطقة المطرية الشهيرة، واستمعنا إلى وجهات نظر البياعين. لماذا لم يتم نقل السوق؟ لماذا لم ينفذ القرار الذي صدر قبل سنوات؟ نشاهد. في إطار مجهودات الحكومة من إزالة مرفقات الباعة الجائلين وتخصيص أماكن لهم، يبقى سوق الخميس العشوائي الأسبوعي على حاله دون انتقال الباعة إلى سوق آخر. ما رحناش السوق الجديد لأن السوق الجديد كان هناك تجاري، سوق تجاري، ما خدوناش ولا ورناش حاجة ولا قالوا لنا حاجة. رحنا مرة زمان كرشونا الناس الأهالي اللي هناك وتجري ورانا. احنا رحنا زمان ودونا في حتة فاضية كده وقعدونا، خدت بالك؟ وطبعا البلطجيه طلع علينا من العرب والحتت دي اللي جنب العرب والترب والكلام دون، اللي هيحط حاجته هنا هتتاخد، واحنا طبعا مش هنقدر نشيل كل يوم ونمشي. حاجتنا في الشارع ما بنخافش عليها، لما هناك لو حطيناها يسرقوها، عند الترب هيسرقوها مش هنلاقيها. منذ 15 عاما صدر قرار بنقل بائع سوق الخميس الى منطقه المسلة، ولكن تفاجأ الباعة بانه لم يكتمل بعد وانه غير مؤهل حتى الان للانتقال اليه. قامت كاميرا مصر في يوم بالتجول في سوق الخميس واستطلاع وجهة نظر هؤلاء الباعة في عدم الانتقال إلى سوق تجاري آخر يفتقر إلى كافة الخدمات التي يحتاجونها. هو المكان الجديد في ظهر الترب ولسه لم تصلوا البنية الأساسية، لا كهرباء ولا مية ولا أي حاجة، فإزاي التجار هيتنقلوا هناك بدون ما تخلص استكمال المباني بتاعة السوق؟ المكان بعيد عن الناس، الناس هنا وخدت على المكان دوت وعارفة المكان ده، مش عايزة تروح المكان البعيد اللي هو في المسلة دوت عشان في حتة خالة بعيد كده. يجيبوا لنا مكان آمن زي ده بالظبط، لكن هيجيبوا لنا مكان ترب هنبيع للميتين هناك. هنا أكل عيشنا، نروح فين يعني؟ احنا بنربي عيال صغننا، لو اتنقلنا في اي حته تانية ما نعرفش نروح ولا نيجي. الاسواق هي المتنفس الطبيعي لحركه البيع والشراء وتداول السلع، وهي خدمه لجمهور المستهلكين لشراء احتياجاتهم في سهوله ويسر. واكثر من 9% من هذه الاسواق تقام بطريقه عشوائيه. مها صبري، قناه دريم.